حذرت صحيفة هارت الإسرائيلية في مقال لها من أن تجد إسرائيل نفسها غارقة في حرب استنزاف في ظل غياب لأي أفق أو خطط لإنهاء الهجوم البري على غزة. وتحدث المقال عن زيادة المخاوف بين الإسرائيليين وحتى داخل جيش الاحتلال، خصوصا بين جنود الاحتياط، من أن يطول التصعيد في شكله الحالي الذي لا يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرة كبيرة في إدارته.